كي تعرف تعديت بها التجربه يا جعفر وتعرف معناها كل سبر باش تحضر حاجه معناها ضحك سيرتو ضحك فهمت صحيح. بالحق معاناه زرقاء فهمت معاناه والعام خاطر اللي يتعدى مثل العباد ما تعرفش انت المراحل اللي تعديت بهم باش تعدي هيك الدرجه هذيك فهمت صحيح. ومتصور خلايا بحلاوتها خير صحيح فهمت لا صاحبي صحيح انا وليت كان ولا استناش العباد هاي وقتاش انا وليت نفد من روحي كي نتفرج مثلا فهمتني نتفرج ما ضبي ما فهمت توصل تفد من روحك بالرغم اللي معناها نتصور معناها تقص وقت تقول العباد علاش كيما هكا يسالوا خير من اللي هي وقتاش تقص باغ اكزومبل نتفايت في الثالثة معناها فرعة اللي ريتها عند امي وبابا هذيك اصعب حاجة بالحق معناها فهمت هذيك اصعب علاش خاطر انا مثلا من عائلة بسيطة من مجتمع بسيط كيف ما احنا الكل اللي مثلا باللي تعمل يبداو يستناو معناها في اي ولدهم كيفاش باش يشرفهم وانت تعرف جعفر معناها كي امك مثلا كيفاش تبدا في الحومه كيفاش ولدها يتعدى في التلفزه ولا ابوك فهمت الفخر اللي تراه عندك كي تبدا انت ما عودتيش بالفلوس ما نعرفش انا ما مشيتش ما جبت ما هزيتش بوك يحج امك ولا ما هزيتش حد وما قاعدين ما قلت لحد وراو اول مره فهمتني يراو فيا في التلفزه مش مصدقين معناها توما حتى يراك تبريتي كيت ماتو يبرا معناها كيفاش ما همش مصدقين كيفاش بابا بالدموع ويعمق فيه وانا نرى في روحي معناها خاطر ما قلت لهم مش نمشي ندرب الكل ما نقول لهم مش فهمت كيفاش اول ما راه وقت الدرج هذاك وقتك خدمت بابا يعنق ويطلب في جماعه في البلاد والناس تطلب والكل تحس روحك ترتاح فهمت تحس روحك عملت حاجه هذاك ما تشريش